هاي لزامي، كدايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ كلشي لاباس، كلشي بخير. كي غادي مع الصهد متشوله باقي نحيين، انا قررت نموش وبقى لي قد ما فاش غدا، وكندوب كي قضي عليا علي الصهد كنموت في الصهد، كنخرج غير بالليل بحال تحت الليل. اما اختي هاد الطنطينه ما كنقدر عليها انا. اللي ما غادي نصور لكم فلوغ، غادي نصور لكم فلوغ، غادي تدوزوا معايا هاد النهار، غادي يدوز الزوين كالعاده نتوما عارفين. انا باقي يلاه فقط تشوفوا ولا شي بزاف الشمس والبحر، مشيت للبحر شي ثلاثه المرات وليت كحله. انا ما كنبغيش نمشي للبحر بزاف في الصيف باش ما كنكحاش، حيت انا الا كحلت ما كنبياضش، كنبقى كحله. والصيف اللي مورا كنعاود الكحال، والصيف اللي مورا كنعاود الكحال، وما كيرجعش ليا اللون الاصلي ديالي، وما كنبغيش الكحال بزاف، فهمتوا؟ دابا راني وليت كحله، باقا الصيف كاع بدا وانا كحالت. كنبان لكم مشي هكا عيني منفوخي. المهم ما تديوش على هذا الشيء اختي، انا دابا غادي نتبدل، دابا غادي نتحول، غنولي بوكوسا، غنولي من بوكوسا الى ابقص. خليكم معايا لزامي، ما تزابيوش. انا جيت عند صحيبتي الصالون، احسن صحيبتي في العالم. شوفوا سمعوني اش غنقول لكم، انا اليوم بغيت نخرج بوكوسا من الصالون عندكم، ما عرفتش شنو غادي ديروا ليا وين خرجوا لي بوكوسا. انا دابا وجهت فرحه لشي حاله مش هكا، بغيتكم تبدلوني تسرعوني، فاهمين؟ ما كنت ضربش الطم يا اختي، الكاميرا كتخلعهم. كنت على الكاميرا كلشي كيسكت، انا كنبقى داويه. صحابات اليوم غادي يسرعوني. المهم بغيت الشعر سامبل من هنا، بوكله من هنا. ترى انت كتقول شي حاجه تشني، ترى كانت كتريد معايا. انا تعصر، هاي لزامي، هاي يلا خليكم معايا. انا دابا غادي نتحول وغادي نولي ابقص. يلا اجي نشوف كوافورة، قال الله يحسن العوان. اجي انا صحيت احسن كوافورة في العالم. بلاش نقول لك شنو بغيت ندير. اول حاجة هادي ديال الموسطاج، ولا ندير موسطاج؟ راح ندير كوكا. ايه الخيش. ما حيديش لي موسطاج قدام الناس. تنحيدو. ما بانوش لي كنحيدو. صافي قصة حتين، ولا عندي غشوية الموسطاج كمان بزاف. أي فاطمة زهرة غادي تفر لي شعري، نرجع لكم. فاطمة زهرة كتصايب صيارات زوينين، ندخلوا عندها الانستغرام، خليكم الانستغرام ديالها في الديسكريبسيون باش توريكم كيفاش كديرهم. ها انا ساليت، شوفوا شحال كتصايب لي صحيبتي، لقمات زوينين عجبان. انا عندي احسن صحاب في الدنيا اختي، عندي احسن صحاب. عندي صحيبتي كتصايب لي قرينات، ما بغيتش يمشي طلب طعامي وما كتردنيش، واخا تكون ما كتعرفش ليها كتعلم ليها على قبل. مرحبا اختي. شوف اجي فاطمة زهرة ظريفة، غتهلا فيك. قولي لي عند سلمى غتهلا فيك. هذا هي الموسطاج، كنت واحد الموسطاجة نتاع الدار. دابا غادي نتغدى، باقا ما كليتش، نموت بالجوع. صافي غنلبس حوايجي وغنخرجوا كاملين. شوف طلعت للدار ونلقى بنات خالاتي جاو من فرنسا، لقيتهم. شوفي شحال البنات، عرفتي حيت سلمى مرة تصدم لقيتهم جالسين. قول السلام، قول هاي لزامي. هاي لزامي، كي دايرين؟ دابا غتبقاو تشوفوا معايا بزاف لي فلوج تيمشي، بقى صور شوفوا الزين، شوفوا التيتيز، شوفوا معايا الفتيات البقوصات. ديك ما عرفتش انا شحال كنفرح ملي تكون دارنا عامره، باش كيجي عندنا الزين كيونسوني. وحنا دابا كنتسناو خولة تجي عندنا باش نخرجوا. انت ما خولة تعطلات ياكو؟ انا ما كنظلمهاش. واجي خولة انا ما كان قال لي بنات خالتي، قال لي انا حنايا فان. قول داكشي اللي قلتوا لي. هانت بابا علينا مروة خولة فاش جات بقات كتشوف فيا شيرين، قالت لي بيزا. قلت لها شنو بيزا؟ هي اللي كتشوفني كل عام. كنشوفها كدير فيديو يوتيوب، ودابا كنشوفها دابا شي تدخل بينا غير في اليوتيوب. بحال زعما عايشة نتوما من الفون ديالي. لا كل حالك قالت لك شي هما فان ديال خاوله كيتسناو هاد الجي. قلت لي انا بغيت نشوف خاوله. هاي غتجي خاوله طلع لكم في راسكم، تولوا بغيت تمشيو بحالكم. ايوا خليكم معنا لازمين نتسناو خاوله اللي سيتي. شكون جات عندي؟ منوله كل السلام. هاي اول مره تشوفي فاشين ديالي. انا حقا اول مره نمشي نتسناو. سلمي على لازمي ديالي. سلام لازمي ديال سلمى. هادي منى صاحبتي كنموت عليها، مواح عليه. دوك الحق من الصباح حنا كنتسناو في الخاوله
في الاخر ناس نسوار دي الطوموبيل دابا هادي اش غنديروا معاها تعطلت لينا بزاف هاي اول لقاء اول لقاء مع بنات خالتي وخالتي مش احتاروا ايش قلت استاذ شوف خالتي شوف صافي دربنا دربنا صافي يلا بينا نحكي شنو وعدنا اليوم باقي ما قلتش والو بغا نقول بجو كامل ما قلتش والو عندنا واحد السيربرايز واعره تخيل خطير صلاة سلام على رسول الله علاش شنو مروه جاي معرض جاي علاش يا سيدنا محمد مروان اول فيديو فاش ندير يقول سلام السلام عليكم الا ما تقولي سلام زوينه ترجع اول مره غتبان السلام عليكم لي زوينه ديال السلام كبير قول انا فرحان حيت كبر معاك فلاش والله رجع صافي رجع للدار دابا غادي نوريكم اشنو دايرين واحد الحاجه واعره غتعجبكم كاملين وغتجيو كاملين كاملين ولا ماشي شي واحد غنهضر معاه شوفي التقيس شحال هادي وحنا كنا كنتمناو يجي بحال هاد النهار ودابا قريب غادي نتجمعوا بكم ياك ماما نتجمعوا بكم الاصدقاء وغنحيحوا وغنشطحوا وغنتلاقاو وغيكون داك الشيء واعر زاهي نشط مهم خليكم معنا باش تشوفوا المفاجاه مش كل اللي جاي مانا الحال غبرتي لي زامي ايه غيكون الشعب كيبان لي فك كبير غنفي خبو وراه كيكم دخلوا راه خليني نشوف لي زامي هذه هي سيربريز شوفوا انا غادي نبرز تما شوفوا رقم راير عرسي هنايا عرسك انت شوفوا القاعه شحال زوينه زامي القاعه اللي صورت لكم دابا انا غنقول لكم السوربريز شنو فيها حنا بغينا ندير لكم غالا ولا بارتي كيف ما كتقولوا نتوما وبغينا نتجمعوا كاملين ونتلاقاو كاملين ان شاء الله وندوزوا واحد النهار اللي غيكون زوين 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 وغيكون داك الشيء نقي وزوين غادي يكونوا ناس قلال ما غاديش نكثروا ناس بزاف باش يدوز داك الشيء زوين لي زامي هاد الغالا ولا هاد البارتي غادي نديروها في شهر 8 نهار 16 في شهر 8 ان شاء الله غادي نتلاقاو كاملين بغيتكم كلكم تجيو والله بغيت نتلاقى بكم تقدروا تجيبوا حتى عائلاتكم حيت غيكون داك الشيء نقي بزاف وشنو بغيت نقول لكم اخر غادي تكون 16 اوت و بوغ لي تيكي غنخلي لكم اللين في ديسكريبسيون باش تقدروا تدخلوا لا باج اللي كياخذوا منها التيكي غادي تبقى لكم التيكي ب 250 وصافي لي زامي هادشي اللي كاين جيسبر نتلاقاو نهار 16 في شهر 8 هنايا كاملين والقاعه قريب انا غادي نصور لكم القاعه فين كاينه كاينه بالضبط في عين السبع انا غادي نخرج من برا باش نصور لكم تجيو ليها النيشان وصافي جيسبر تجيو ونتلاقاو غندوزو واحد النهار زوين مغاديش تندمو حيت غادي نضحكو مزيان هاد الشارع ديال عين السبع كاينه هاد القهوة ديال فيو كاينه حدا هاد مونجوي وراه هي القاعة قاعة الافراح علاش انا غادي نمشي وندخل معايا نيشان هاد البلاصة قريبة لكلشي شوفو من هنا كاينين هاد القهاوي وهادي هي القاعة قاعة الأفراح هنا كاين مونجوي وهنا كاين الدبيو كتدخلوا نيشان صافي القاعة راها نيشان راهما لي زامي لي زامي حنا دابا غادي للماكدو ناكلو حيت انا الجوع بنات خالتي قتلتهم بالجوع سمحوا لي نرمشي جيعانه راني واش عرفت عليك
والله ما جيعان وقف التليفون مقبل عمر والله ما جيعان غير اللي مش عطلت عليكم صافي غنمشيو ناكلو وعندكم ما تجيوش البارتي غادي يدوز داكشي زوين وغادي نحيحو ونخلقو واحد الجو زوين وحنا فرحانين حيت غنتلاقاو بكم غادي نقول لهم واحد الحاجه هاكم خاولا تقول لكم البارتي ان شاء الله غادي تدوز من بلبله الاصدقاء البلباله وغادي ننشطو وغادي نشطحو مرحبا بكم كاملين كاملين قولي لهم بيوفي طقه مرتبه ما قلتهاش مملي سميره البارتي فيها بيوفي فطقه مراكشيه جروب ديال بارتي كادو ودي جواع وانا فيكم بالقص حنا كنبغيو القص وبيوفي مزيان درنا لكم قص زوين اختارينا الصراحه احسن تخيطوغ اللي غيدير لنا بيوفي زوين وغيتهلا فيكم بيان سيغ على زميل مكاش تجيو ومتاكلوش مزيان عاد في شي صافي هادشي اللي كاين الاصدقاء مرحبا بكم وحنا فرحانين حيت غادي نتلاقاو الماكله انا كنموش على هاد الفقرات وحشتو ماركدو وحشتو ماركدو اوه كيف غندير معاك اخر دغمه ولكن كيف غندير اخر دغمه ديما كندير معاك اخر دغمه انا اخر دغمه صغيره كي والو انا الدغمه الاخيره ما عمرت شي فمي كامل كي والو هذا الشيء حار وهذا الشيء ما بغاش يطلع ما بغاش يتمس شنو شنو